بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلاب في تجربة جديدة في مختبر ديناميك الحرارة. والتجربة مالتنا لهذا اليوم هي حول قانون جاي-لوساك للغاز المثالي. تعتبر هذه التجربة واحدة من ثلاث تجارب مهمة قام بها العلماء سابقا، وساهمت بشكل مباشر في بلورة قانون الغاز المثالي المعروف اللي هو PV يساوي mRT. قام بهذه التجربة وفق الاسم، طبعا مثل ما واضح جاي-لوساك، الاسم واضح أمامكم، جوزيف لويس جاي-لوساك. هذا العالم فرنسي، كيميائي فرنسي، عاش بالفترة من 1778 إلى الفترة 1850. تضمنت ملاحظات هذا العالم حول سلوك الغاز المثالي إن قيمة ضغط الغاز تتناسب طرديا مع درجة الحرارة. فطلاب، كلما ازدادت درجة الحرارة للغاز المثالي، مثال ذلك الهواء طبعا، كلما ازداد الضغط عليه، تكون قيمة النسبة P1 إلى T1 في state point معينة تساوي P2 إلى T2 في state point أخرى. كذلك يمكن رسم منحنى تغير الضغط مع درجة الحرارة. إذا رسمنا مثلا يعني فايل أكسل أو ورقة عادية يعني بيانية، يفضل دائما الأكسل، يعني الأمور الإلكترونية هي أفضل. نرسم قيمة الضغط على المحور Y، ونرسم قيمة درجة الحرارة على المحور X، حتى نشاهد الرسم التالي. راح يكون بهذا الشكل: البرجر Y أكسس، تمبرتشر أكسس. عندما نرسم النقاط المختبرية بحيث درجة الحرارة بوحدات السيليزي والضغط بوحدات الباسكال، راح نشاهد انه هذه النقاط المختبرية، طبعا اكيد انت عندك مديات للعمل مالتك بالمختبر، كأن تكون مثلا 20 الى 100 درجة مئوية مثلا تحصلها بالماء المغلي، ربما تحصل اكثر اذا عندك تورش مثلا، ولكن لا يمكن العمل في مديات قليلة جدا من درجات الحرارة، يعني يمكن تجيب مثلا صفر ثلج. فبالتالي ممكن هذا الخط اللي راح تحصله يمر بالنقاط المختبرية اللي قدرت تولدها، ممكن تسوي له اكسترابوليشن، طلاب نسميه احنا في يعني ماخذين هذا المصطلح في جداول البخار، تسوي له اكسترابوليشن بحيث هذا الخط سقطه، وكأنه تريد تقول ماذا ستكون درجة الحرارة في حال كون الضغط راح يكون قيمته صفر. طبعا وصول إلى قيمة ضغط تساوي صفر يعني هاي أمر مستحيل، ولكن الاكسترابوليشن هو ربما يعطي دلالة عن ما تكون ستكون درجة الحرارة في هذه الحالة. فعند ذلك المفروض احنا نستخرج هاي القيمة اللي هي راح تكون ناقص 273.15، وهي قيمة درجة الحرارة دون الصفر، يعني الصفر المطلق خلينا نسميه هذا. فأقل درجة حرارة يمكن الوصول إليها في عالم ديناميك الحرارة، إن أقل درجة الحرارة يمكن توصل إليها هي ناقص 273 تحت الصفر، لا يمكن بعد أنه تتوفر هنالك درجة الحرارة ما دون ذلك. وعلى النقيض طبعا من الجانب الآخر، الارتفاع في درجة الحرارة دائما مفتوح أيضا، يعني ايش قد تريد توصل في سطح الشمس؟ اعتقد يوصل 30 مليون اكثر من درجات الحرارة المئوية. طلاب، الجهاز اللي نستخدمه راح يكون بهذا الشكل، وراح نشوف بالفيديو المرافق لهذا الشرح الشكل مالته، اللي هو عبارة عن كرة نحاسية مصنوعة من النحاس، طلاب، لان التوصيلية الحرارية للنحاس جيدة جدا، فراح تنتقل الحرارة اذا خليناها مثلا في ماء ساخن، تنتقل الحرارة من الماء الساخن الى الهواء، وبالتالي يتمدد هذا الهواء، وهنالك مقياس للضغط مثبت اعلى الجهاز، الوحدات مالته بالمليمتر زئبق، ويقيس لنا الضغط الجيج. احنا طلاب من نستخدم قانون الغاز المثالي لازم درجة الحرارة تكون بوحدات الكلفن، ولازم الضغط ايضا يكون بوحدات الباسكال، ولكن يكون قيمته القيمة المطلقة. فمشكلة هذا مقياس بوردن انه يقيس الضغط الجوي قيمته صفر، وبالتالي احنا لازم نضيف قيمة الضغط الجوي، يعني بصراحة المفروض نحسبه احنا بأجهزة خاصة اللي هي البارومتر، ولكن ممكن نعطي فرضية اللي هو قيمته 101.325 كيلو باسكال، ونجمعه مع قيمة الضغط اللي نقرأ من هذا المقياس، ونحصل على الضغط المطلق. حسابات التجربة مثل ما واضح أمامكم، ممكن نسوي أكثر من درجة حرارة،
نقيس درجة الحرارة بواسطة محرار أو بواسطة ثرموكابل، يعني أي ثرموميتر متوفر. نضيف اللي درجة الحرارة 273 على مود نسويها مطلقة، لأن قلنا قيمة النسبة بين الضغط ودرجة الحرارة لازم تكون درجة الحرارة أبسوليوت ويكون الضغط أبسوليوت. قيمة الضغط اللي نقرأ من الجهاز المثبت هي وحداته مليمتر زئبق، وبالتالي لازم نحوله إلى باسكال، وذلك بضربه في قيمة الكثافة للزئبق اللي هي 13600، ونضربه في التعجيل الأرضي اللي هو 9.81، وأكيد نحول طبعا المليمتر نحوله إلى متر، وذلك بالقسمة على ألف. بعدين نضيف ل 101325 باسكال، هذا يمثل قيمة الضغط الجوي، وبالتالي راح نحصل على الأبسوليوت بريشر. المفروض قيمة النسبة البي على تي المفروض تكون ثابتة وفق قانون جاي-لوساك، فبالتالي تسوي أكثر من ران، يعني 5 6، ايش قد عندك درجات حرارة ممكن أنت توفرها؟ مثلا 20 30 40 50 باستخدام المرجل مثلا، هذا الصغير اللي عندنا، وبالتالي تحصل هذه النقاط، ترسمها على شيت الأكسل مثل ما وضحنا، وبالتالي تحصل على رسم مهم هو علاقة الضغط مع الحجم. ممكن تشيك من هذا الرسم قيمة درجة الحرارة المطلقة المتوقعة من حساباتك أنت، وبالتالي توجد نسبة الخطأ مال هذه التجربة. أكيد يعني تجربتنا تكون بسيطة ومتواضعة، وربما يكتنفها العديد من أسباب الخطأ الموجودة، وربما ما تحصل هذه القيمة. هسه الابتعاد ايش قد النسبة المئوية؟ الفرق دائما على الأصلي هو الإرار. هنالك مجموعة أسئلة للمناقشة يعني بسيطة جدا، وممكن تجاوبها بأريحية كثيرة، أنه تصور الأجهزة تشوف أن نسبة الخطأ الجريدينت، يعني هذا سولفت عليه أنه هو المقصود بالجريدينت هو المشتقة، يعني مشتقة الضغط مع درجة الحرارة. الغاية من عندها يعني حساب قيمة 273 هذه مثل ما وضحت. أترككم بالفيديو المرافق لهذا الشرح اللي سويناه بالمختبر، وعسى أن يكون مفيد لكم، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الأول أو الصف الثاني في قسم ميكانيك الحراريات في تجربة جديدة في مختبر ديناميك الحرارة. اليوم التجربة مالتنا هو حول قانون جاي-لوساك. في هذه التجربة طبعا هذا القانون مع قانون شاز مع قانون بويل ساهم مساهمة فاعلة في بلورة القانون العام للغاز المثالي. في هذه التجربة راح يكون عندنا الفوليوم ثابت للغاز المثالي، وعدد المولات أو الكتلة تكون ثابتة، وبالتالي اكتشفنا أنه الضغط يتناسب طرديا مع درجة الحرارة. كلما ازدادت درجة الحرارة لهذه الكتلة المحصورة في حجم واحد ثابت، كلما ازدادت درجة الحرارة كلما ازداد الضغط بصيغة طردية. فراح يكون عندنا القانون P على T is constant. في بعض الأحيان يكتب بهذا الشكل P1 على T1 يساوي P2 على T2، وهكذا. كلما غيرت في درجة الحرارة لهذا الغاز المثالي اللي هو الهواء في هذه التجربة، كلما ازداد الضغط. الجهاز مالتنا والتجربة مالتنا تركيبها بسيط جدا، راح نستخدم الغلاية الصغيرة مالتنا الكهربائية على مود نسوي فتح حمام مائي ذو درجة حرارة ثابتة، ونجيب الجهاز مالتنا اللي هو ما هو إلا عبارة عن كرة نحاسية مرتبطة بأنبوب، وموجود هنا عندي مقياس للضغط. فإذا غيرت في درجة حرارة الماء راح تتغير درجة حرارة الهواء بالتأكيد، وهذا الجهاز مصنوع من النحاس اللي موصلية الحرارية مادة عالية، فبالتأكيد راح تصير عندك استجابة إلى قيمة الضغط، وكلما غيرت في درجة الحرارة لقيمة أعلى كلما صارت عندك قراءة أحدث. لازم تنتبه طلاب أنه هذا القانون يشتغل إذا كانت درجة الحرارة بوحدات الكلفن، فهنا حاليا عندنا محرار زئبق يقيس لنا درجة الحرارة بوحدات السيليزي، فلازم نضيف لها 273 في سبيل نحولها للكلفن على مود تكون نتائجك صحيحة وتقارن قيمة الكونستان بعدة قراءات. كذلك أريدك تنتبه أنه مقياس الضغط اللي موجود عندنا هو بوحدات مليمتر زئبق، هذا المليمتر لازم تحوله إلى المتر بقسمته على ألف، ف
فيصير عندك قيمة الضغط بس بدلالة الاتش بالارتفاع على مدى حولة إلى ضغط. لازم أستخدم القانون في عالم فلويد ميكانيكس ندرسه بالصف الثاني، نستخدم القانون رو جي اتش، حيث الرو هي الكثافة والجي هو التعجيل الأرضي والاتش هو الارتفاع اللي راح يكون عندك إنديكيشن بالمقياس. كثافة اللي نستخدمها للزئبق هي 13600 كيلوغرام المتر المكعب، والتعجيل الأرضي ثابت هو 9.81. طلاب هذا الضغط اللي نقيسه من خلال الجهاز يسمونه جيج بريشر، يعني مثل درجة الحرارة. انت ما يصير تخلي بالقانون درجة الحرارة بوحدات السيليزية، ولازم تستخدم وحدات الكلفن اللي هو الابسوليوت تمبرتشر. كذلك قيمة الضغط، هذا الضغط اعلى من الجو، جاي اقيس اللي اعلى من الجو، وبالتالي على مود القانون ما يصير صحيح لازم اضيف له قيمة الضغط الجوي اللي هو 101325 على ما يصير وحداته بالباسكال. فاذا هذا الضغط اللي استنبطه منه اسمه الجيج بريشر، على مود احصل على الابسوليوت بريشر لازم اضيف له قيمة الضغط الجوي. وبالتالي بعد ما تصير عندي قراءة مكتملة أقسم قيمة الضغط الأبسوليوت على قيمة درجة الحرارة الأبسوليوت وحصل كونستان. كلما صار عندي قراءة أحدث بدرجة الحرارة زادت، كلما زاد الضغط وهكذا. نتجه إلى التجربة ونشوف المحتويات مالتها. هذا هو الجهاز اللي أمامكم، قام مجموعة من الطلبة بتصنيعه بشكل بسيط. هذا هو مقياس الضغط، وهنا عندي هاي الكرة النحاسية. تمكننا من تصنيع أيضا نموذج ثاني بهذا الشكل، وهذا هو المرجل الصغير أو الغلاية. انشغل الطلاب فترة قصيرة لأنه هذا الجهاز حساس، وعندي أنا محراب أشوف درجة الحرارة. بالإمكان هسه اعتماد هاي القيمة اللي أمامي، فدرجة الحرارة مثلا هسه حاليا 20، قيمة الضغط صفر مستقر. بالاساس احنا مخلينا هنا صمام نقدر نصفره، يعني هسه انا عندي درجه الحراره 20 اقدر اضيف لها 273، قيمه الضغط الجيج صفر، اذا قيمه الضغط الابسوليوت هي قيمه الضغط الجوي نفسه 101 كيلو باسكال او 101.325 باسكال. بارتفاع درجه الحراره ابدي اشغل، ومثل ما قلت اشغل فتره بسيطه، لازم اكون حذر. مجرد ما اشوف عندي ارتفاع والضغط اطفي الغلاية لانه صارت عندي قراءة جديدة، والا ترى ما الحق يعني على المقياس مالي. بدا صوت يعني يبين انه اكو طاقة كهربائية واصلة. اكو تحرك هسه صار حاليا في مقياس الضغط مثل ما تشوفون طلاب، واكو عندي زياده في درجه الحراره. يستلزم انه الجهاز يوصل الى مرحله استقرار، لانه تعرف هذا الهواء اللي موجود هنا يحتاج فتره على مود يبدي يستجيب الى درجه الحراره. فانتبه صارت عندي قراءه، فانا اذا شفت هالشكل اطفي، لان انا هسه اريد قراءه جديده. انتظر فترة شوية على مود احصل على حالة استقرار. فدرجة الحرارة يعني وصلت 32، واكو عندي قراءة للضغط مثلا 20 30 33 مثلا. ابدي ازيد وهكذا، خلي اوضح بس تزداد درجة الحرارة الى قراءة ثانية، واحنا راح نسجل قراءات بقية، يعني احاول اغطي كل هذا المدى وفق درجة الحرارة اللي اقدر اوصل لها. طبعا بالتاكيد اقصى شيء اقدر اوصل له مثل ما شفنا بالتجارب الماضيه اقدر اوصل للمئة، يبدي بعدها غليان للسائل، فما اقدر احصل على سوبر هيتد اكثر من المئة، لان الضغط الموجود هو الضغط الجوي على الماء اقصد هالمره. فانتبه الطلاب اكو قراءه الى الضغط واكو درجه حراره استجابت.
يعني مثلا وصلنا 40 تقريبا 39 40 وهكذا تتم التجربة. يعني أكيد تستلزم وقت، يعني ما نقدر نزيد الوقت مال التصوير. إن شاء الله تكون الأمور واضحة. ومثل ما ذكرت أن هاي الأجهزة صنعوها طلاب، يعني وفق يعني التصاميم موجودة، بس إحنا حاولنا قدر المستطاع نستفاد من الأجهزة المتوفرة محليا. فإن شاء الله تكون التجربة مفيدة لكم، وشكرا جزيلا.